ورقة عمل المحرر الصغير رقم 1 من الكتاب المدرسي صفحة 25. افتح برنامج معالج النصوص. افتح الملف البر. نسق العنوان ليظهر كما يلي: مائل تسطير غامض. نسق النص من كلمة بينما إلى جملة ولا تبعدني عنك ليظهر كما يلي: الخط أندلس. حجم الخط 18. المحاذاة ضبط. لون الخط أزرق. ضع إطار حول الصفحة. اطبع الصفحة. احفظ الملف باسم بر الوالدين. اغلق الملف. لفتح برنامج معالج النصوص اضغط على زر ابدأ، ثم اختار كافة البرامج، ثم اختر مايكروسوفت اوفيس، ثم اختر مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. يتم فتح برنامج معالج النصوص. لفتح الملف البر اضغط على زر اوفيس، اختر اداة فتح، ثم حدد مكان الملف البر. ثم اضغط على فتح. لتنسيق العنوان احدد العنوان اولا، ثم اختار اداة مائل لتغيير النص المحدد ليصبح مائلا، ثم اختار اداة تسطير لتسطير النص المحدد، ثم اختار اداة غامق لتغميق النص المحدد. نسق النص من كلمة بينما إلى جملة ولا تبعدني عنك. أحدد الفقرة أولا، ثم لتغيير نوع الخط أختار أندلس. لتغيير حجم الخط اختار 18. لتغيير لون النص اختار اللون الأزرق، ثم المحاذاة ضبط. ضع إطار حول الصفحة. اضغط على تبويب تخطيط، اختار أداة حدود الصفحة. يتم فتح صندوق محاورة حدود وتظليل. اضغط على إحاطة ثم موافق. يظهر إطار حول الصفحة. اطبع الملف. اضغط على زر أوفيس، ثم اختار أمر طباعة سريعة لطباعة الملف. احفظ الملف باسم بر الوالدين. اضغط على زر اوفيس، ثم اختار حفظ باسم، ثم احدد مكان الحفظ، ثم اكتب اسم الملف بر الوالدين، ثم اضغط على حفظ. اغلق الملف بالضغط على أداة اغلق. يتم تخزين الملف بر الوالدين على سطح المكتب.